في 44 ثانية. والآن الفارس السعودي عبد الله الشربتلي مع وسابي، الثنائي اللي تأهل أيضا إلى هذه المرحلة بعد اجتياز المرحلة الأولى في 73 ثانية 87 جزء من الثانية وبأربعة أخطاء في الرصيد. وأيضا الثنائي اللي توج بلقب أيضا بطولة التحدي أو شوط تحدي جدار مجلس الشارقة الرياضي يوم أمس، يبحث له عن مكان عبد الله الشربتلي في منصة التتويج لهذه الأمسية في آخر أمسيات بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز. أمام للدخول في المسار 30 ثانية تقريبا. ماخذ معاه أخطاء من المرحلة الأولى. ثمانية أخطاء الآن، أربع منها في المرحلة الأولى. ينهي المسار في المركز الخامس 41 ثانية وخمس أو جزئين من الثانية بثمانية أخطاء كإجمالي طبعا للأخطاء التي حصل عليها